نحن اليوم في الجمعية المغربية لحماية المال العام كقوة مدنية وحقوقية ديمقراطية ومستقلة، نسعى إلى جانب باقي القوى في المجتمع إلى المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة. نحن في الجمعية لا ندعي أننا بإمكاننا أن نواجه هذا الفساد الذي هو نسقي وبنيوي وهيكلي ومرتبط بالدرجة الأولى بغياب الديمقراطية وبغياب دولة الحق والقانون. إذا نقول دائما أن الدول التي تكون فيها الديمقراطية يتراجع فيها الفساد وتتراجع فيها الرشوة، في حين الأنظمة والدول الهجينة ينتشر فيها الفساد ويشاع وتنتصر الرشوة وينتشر الإفلات من العقاب. اليوم خصكم تعرفوا اليوم أن هناك توجه في البلاد، توجه في المغرب اليوم بعد مرور 20 فبراير فكر وخطط لإعادة الأمور إلى الوراء، لأنه لا مصلحة له في أن يتقدم المغرب، لا مصلحة له في أن يتطور المغرب. هذا التوجه اللي اختفى في حراك 20 فبراير، راه الرموز ديالو كثار كتعرفوهم كيفاش اختفوا من الساحة، ليست لهم الجرأة ولا الوجه ليقابلوا المجتمع ولينصتوا لمطالبه. هم أنفسهم اليوم الذين يجدون صعوبة في إقناع طلبة كلية الطب في بلاد كلية الطب منذ جنبير إلى اليوم، ما قالوا لهم راه نجحتوا، ما قال لهم راه دوبلتوا، ما قلت لهم، ما قال لهم سنة بيضاء، ما قالوا لهم حتى حاجة. وزير التعليم العالي سقط من السماء ولم يصدق نفسه أنه سيكون وزيرا، كان رئيسا لجامعة القاضي عياض، فشل فشلا ذريعا ومكر بالموظفين ونقلهم من نقل تاع السفل واحد العدد ديال المدن منهم موظفات، تصور ان موظفات نقلهم من مراكش لقلعه الصرغنه انتقاما لانه كيديروا النقابه وتيفيقوا مع الخمسه الصباح باش يديروا كذا وتيقيد عليهم خمسه دقائق الا تعطلوا، وصل الاداره الا تعطلوا خمسه دقائق. تدخلنا انذاك كوساطه لاطفاء هذا الغضب ولحل المشكل، دار معنا الموعد وزق معنا الموعد باش نحلوا هذا المشكل هذا ونلقاو له شي صيغه معينه، مشينا عنده ما استقبلنا، ما اعتذر ما والو، خرج عندنا واحد في الاداره قال لنا راه الرئيس ما كاينش. هكذا بين عاشي وضحى اصبح وزيرا. اليوم الفساد تغول، خصكم تعرفوا بان الفساد تغول، راه هذاك الشيء اللي اسكوبار الصحراء جزء بسيط جدا من حجم ديال الفساد اللي كاين في البلاد. شبكات الفساد ضربت كل شيء، راه انتم شفتوا الرضع فاس الدراري الصغار تيتاجروا فيهم، يتاجرون في كل شيء، في الدبلومات، في الشواهد الجامعيه، في الماسترات، في اي شيء، في الشواهد الطبيه، في كل شيء. اليوم الفساد شاع وتغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع، هذه هي الهضرة اللي مابغاوش يسمعوها. وهناك نخبة راكمت الطروة بشكل خيالي، نخبة راكمت الطروة بشكل خيالي إلى درجة أنه وصل المستوى لأنه ما بقيش يحملوا شي واحد يديو معاهم ولا يقول لهم أش كديروا، ما بقاوش ولاو كيتضايقوا من النقد. وزير العدل شكى بالصحفيين، ما كاينش غير تيجي شي واحد كذا، النيابه العامه، الشرطه القضائيه كذا الى اخره. وفي نفس الوقت عقلتو في البرلمان كان تيهدد الجمعيات تيقول لهم شوف اللي بغى يشكي يستعد ل 10 سنين، الا خرجت الشكايه ديالو فارغه يستعد ل 10 سنين. بمعنى اخر هاد المواطنين كلهم شي واحد شكى بالاخر خرجت لي خاويه ماشي مشكل، ولكن الا كان مسؤول او كان منتخب لا خصنا نعقبوا 10 سنين لانه تجرجر في المحكمه. واش عرفتوا علاش؟
لأنه ينظرون إلينا إحنا كمغاربة، ينظرون إلينا كلاجئين كجمهور فقط، ما تينظروش لنا كمواطنين كامل المواطنة، تينظروا لنا كجمهور خصنا نشوفو ونتفرجو ونسكتو ما نهضروش. فهذا الإطار جابوا المادة 3 من مشروع ديال المسطرة الجنائية. هاد المادة 3 خصكم تعرفوا الخطر شنو هو، شدوا المجتمع الواو الجمعيات والأفراد ما بقيش يبلغوا، شدوا النيابة العامة قجوها. ياك ديك الاستقلالية النيابية العامة كيكون الرئيس النيابة العامة السي عبد النواوي كان تيخرج تيقول الاستقلال النيابة العامة وحنا كذا، داروا ليها، داروا النيابة العامة السي الداكي دابا داروا ليها. علاش؟ لأنه في المادة 3 مشروع المسطرة الجنائية واش عرفتوا فيها؟ لا يمكن تحريك الأبحاث وإقامة الدعوة العمومية في جرائم المال العام إلا بناء على طلب من رئيس النيابة العامة. رئيس النيابة العامة بوحده، ولكن هذا رئيس النيابة العامة كيفاش غيحرك بعد ما تحال عليه التقارير إما ديال المجلس على الحسابات، إما ديال المفتشي العامة الداخلية، إما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إما المفتشية العامة ديال الإدارات الأخرى أو أي إدارة أخرى يعطيها القانون هذا الحق. بمعنى أن رئيس النيابة العامة خصو يجلس في البيرو ديالو ويربع يديه ويتسنى الناس يصيفطوا ليه التقارير. يعني رئيس النيابة العامة سيكون تحت سلطة وزير الداخلية، رئيس النيابة العامة سيكون تحت سلطة المجلس على الحسابات، رئيس النيابة العامة سيكون تحت سلطة المفتشية العامة للمالية. بمعنى هذا اللب الذي تغول اش قال مع راسو؟ ايوا الجمعيات هما اللي تيحطوا الشكايات، ولكن شكون اللي تيحركهم؟ الجمعيات ما عندهم السلطه يحركوا الشكايات، تتحطهم تيعطيوك الرقم شي بحال هذا، تيحركهم الوكلاء العامين. هاد الوكلاء العامين ما عندناش كي نديروا معاهم، كي غنديروا لهم؟ ما نقدوش نخرجوا لهم غود. لذلك وهبي خرج للجمعيات حيت قصير جمعيات وكذا وخصنا الوشايات وطاطا وكذا الى اخره، خرج لهم غود. النيابه العامه عاش اش غنديروا ليها؟ غنديروا ليها واحد الفدلاكه، غنجيوها من الباب ديال القانون. علاش داروا هذا القانون؟ واش عرفتي علاش؟ قالوا الا بطلب احاله من مجلس على الحسابات اللي كذا، حيت هادو ديالهم تيتفاهموا معاهم، حيت مجلس على الحسابات تيدير التقارير ما تيصيفطهاش للقضاء. 21% 18% في اللي حل مجلس على الحسابات في السنه اللي فاتت. واش الفساد اللي كاين في المغرب كامل فيه 18%؟ كاين ملفات المجلس على الحسابات اللي داز عليهم 5 سنين 6 سنين 7 سنين ما حركهمش، حنا اللي خديناهم في الجمعيه ومشينا حطيناهم للنيابه العامه. علاش؟ لان هذه المؤسسات خاضعه للتفاهمات وللتقديرات السياسيه ولموازين القوى و حوايج اخرى. اذا هادو حنا ديالنا مولين الدار، ولكن اللي خارج الدار ما عندنا كي نديرو ليهم، غنمنعوهم غنصدو عليهم، لان ما عندنا كي نديرو، صدو على الافراد اشخاص وصدو على الجمعيات. هادو ديالنا راه مجلس على الحسابات ويمشي كاع شي بلاصه ما تيتشاور معنا، تنعرفو بان غادي ليها اصلا. ومجلس على الحسابات نتوما كتعرفو بان كاين جهات اللي دار عليها التقارير ما خرجهمش. نعطيكم مثال، جهات بني ملال، جهات بني ملال خنيفرة فيها واحد المقاول كبير مسؤول ديال البام، هو اللي شاد الاشغال العموميه، شفتوا التقرير ديالو؟ ما كاينش. جهات مراكش اسفي، ربعه الرؤساء ديال الجهه كلهم ديال البام قياديين في البام، داروا التقارير ما خرجوش التقارير. وقيس عليه، انا ملي كنعطي هذه الامثله ماشي حيت هذا الحزب ولا كذا، لا راه قيس عليه، راه جميع جماعات اخرى وجهات اخرى وكذا وكذا، هذا الشيء اللي كاين. اذا هما بغا يقننوا الفساد باش يولي يتحل الملفات اللي بغاو هما، اللي بغاتو الوقت غادي يحيلو. علاش؟ لانهم مشاو تيتشكاو ليهم من الوزارات الداخليه، ايوا حنا خدام الدوله وحنا خدام مصلحه البلاد، وهادو تيشوشوا على البلاد وتيشوشوا على الاستثمار ويقدمون المغرب